نروح مباشرة إلى ضلكوت ومعنا سعادة مسلم بن نصيب الشنفري والي ضلكوت. مساء الخير سعادتك. مساء النور والسرور، مرحبا. مرحبا فيك، ونتحدث معك اليوم أيضا. أشرنا أن ضلكوت كانت يعني من الولايات التي تأثرت في مكونه ومن أكثر الولايات. ما هي استعداداتكم اليوم للاحتراز لحالة مدارية جديدة لبان بإذن الله؟ أختي العزيزة، كان اجتماع صباح أمس في مكتب ولي ضلكوت برئاسة السلام بخصوص هذه الحالة المدارية، وذلك مع كل القطاعات الخدمية والمعنية بالولاية. وذلك لمناقشة التحضيرات والتجهيزات الواجب اتخاذها من كافة القطاعات، كل في مجال عمله واختصاصه وواجبه حسب الحالة المدارية. وقد تم تشكيل لجان وفرق للعمل المجاني وفق المتطلبات اللازمة في مجالات عدة. حددت سعادتك مراكز معينة ممكن تكون أيضا مراكز آمنة لإيواء المواطنين إذا تطلب الأمر ذلك، مع إعلان يعني في الساعات القادمة؟ نعم، قد تم تحديد 3 مراكز إيواء. نعم، واحد في مركز في ضلكوت، ومركز في منطقة حفوف، ومركز في منطقة ديم. نعم، وكلها مدارس هذه المراكز. نعم، وإن شاء الله شفت سوف تجهز من قبل التنمية الاجتماعية بكل المستلزمات المطلوبة كالفرش والأغذية والغذاء، وإن شاء الله مولد كهربائي وفريق طبي إن شاء الله مع الأدوية بإذن الله تعالى. نعم، المواطنين أيضا في تحرك من قبلكم لبعض المناطق يعني اللي تحتاج فعلا أن عمليات الإخلاء تكون مباشرة منها، أو في فرق جاهزة لهذا الموضوع في الولاية؟ والله نحن تعلمنا من مكون الأنوال المناخية اللي سوقت قبل عدة أشهر، وعلى ضوء ذلك أخذت الاحتياطات اللازمة من قبل القائمين على هذا العمل من حيث الكهرباء والمياه والاتصالات في هذا الجانب، وكان اتصال مع كل الأخوة في هذه الأجهزة وكل ما بدوا استعدادهم. وبالنسبة للصلاة طمنونا إن شاء الله بأنها جهزت بالطريقة المناسبة لهذه الظروف. نعم، إن شاء الله ما يكون هناك أيضا أي انقطاعات. نحن تابعنا يمكن مع يعني الطرق ومع الكهرباء هذا الموضوع، ما يكون في انقطاعات لا في الاتصالات ولا في الكهرباء إن شاء الله، وتكون نعمل ذلك بإذن الله. المواطن اليوم سعادتك أيضا اليوم أنت مثل ما أشرت أماكن الإيواء جاهزة كمحددة وأيضا موفر فيها الخدمات، والباقي سيوفر خلال الساعات القادمة. يفترض أن يكون أيضا المواطن مساعد لكم ويكون هو مباشرة ينتقل من منزله إذا كان منزله غير مناسب إلى مراكز هذه الإيواء. الرسالة اللي توجهها المواطنين في ولاية ضلكوت تحديدا يعني. المواطنين أخذوا دروس وعبر من الأنواع المناخية اللي سبقت مكونه. نعم. ولذلك هم إن شاء الله سوف يتعاملوا مع هذا الوضع بالطريقة الجيدة من أجل تأمين أنفسهم، سواء في مراكز الإيواء أو في بيوت معمولة بالمواد الثابتة إن شاء الله. وأيضا نحن اللي نامل إن شاء الله، وكل ما أود أن أقولها لأصحاب المواشي بأن يبتعدوا عن بطون الأودية والانتقال إلى أماكن آمنة حفاظا على سلامتهم وسلامة مواشيهم وعلى المواطنين أيضا. نعم، ويفترض هذا الموضوع يتم من الآن اليوم اللي عنده مواشي. نعم، في نعم. مواقع معينة وخطرة ممكن تتعرض أيضا للأودية وحركتها، من الآن ينقلها ويأمنها في أماكن يعني مناسبة. حقيقة نحن بالنسبة للانقطاع صحيح عندنا احنا تضاريس الولاية بالنسبة للوضع الجغرافي ممكن تنقطع الأودية فيها أكثر من موقع له، ولذلك نحن بإتصالنا مع القطاع العام الشركات العاملة في المنطقة على أساس أنهم يجهزوا شيء من المعدات، بعض المعدات من أجل فتح الطرق بعد الأمطار مباشرة حتى تكون الانتقال في الولاية بطريقة سلسة وسهلة المعتادة. نعم.
إذن الشيخ سعادة الشيخ مسلم بن نصيب شنفري والي ضلكوت كل توفيق لهذه الجهود، وإن شاء الله تبرز يعني في سلامة المواطن وسلامة الأماكن أيضا، وتكون الأضرار يعني لا تذكر إن شاء الله سواء في ضلكوت وفي أي ولاية من ولايات محافظة ظفار والوسطى بإذن الله. نشكرك جزيلا على هذه الوقت. إن شاء الله إن شاء الله، وربنا يحفظ عمان وكروه يا رب العالمين، ونشكركم على هذه المقابلة. شكرا شكرا جزيلا على الاتصال.